نختار الشخص بمكان مناسب، نريد واحد يخدم البلد، نريد واحد يخدم المدينة مالتنا، يعني ينتجح على من ناحية دوائر الخدمية بمكان مليحة، إنه نحب إنه نشجع إنه البشر المريح النزوه يخدم مصلحة هذا المدينة. والله ننتخب المكان يعني شخص اللي نريده، يعني نحن واللي مبادئه حلوة وإنه قلبه على هاي المدينة بس، ونحن نختار واحد من مدينة الموصل، يعني ما نختار واحد من غير مكانات وما يعرف كل شيء عن داخل الموصل، فإلا نختار شخص المكان اللي احنا نريده يعني يخدم نينوى، يخدم محافظة نينوى. أنت وقرايبك وأصدقائك الكل راح يشاركوا إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، ونشجع الواحد ينتخب إنه وشني الشخص اللي نريده، يعني ما بس أنا، حتى ما بس قرايب، إنه حتى أصدقاء إن شاء الله. بالنسبة لي راح أحمل، لا سامح الله إذا هاي المجموعة فشلت، أحمل المواطنين اللي انتخبوهم مسؤولية فشل الأعضاء. هذا رأيي الصراحة، فعلى المواطن أن يحسن الاختيار، فندور على الشخصية اللي يجمع بين التراث، بين أصله وتربية عشيرته وبين كفاءته بالعمل حتى تطلع نموذج حلو. اختيارنا احنا نريد الناس اللي قلبوا على بلدنا وتريد البلدنا وعشوا الإعمار، نريد يعني الناس يعني قلبوا على هذا البلد، احنا هم نريده، احنا نريد هذا الشيء، اريد ان شخص يعني قلبه على بلده يخدم بلده ويسوي لنا المدينه اكثر واكثر بعد.